تعرفين شو أكثر شيء عايبني فيه؟ إنه شي واثق من عمره، شخصيته وايد قوية. لولو دقيلي، كأنه رايحة التغطية من عندي، ما حدا عم يدقلي. دقيلي لشوف. يلا. كورن غريب، ليش حسام ما دق لي لهلا؟ نور الله يخليك، ركزي شوي وياي. مركزه والله اني مركزه. قولي لي، كلي اذان صاغيه. تفضلي. زين، كلميني شوي عن كريم، قولي لي السلبيات اللي فيه. انه عصبي كثير. زين ما عليه، انا ممكن اتاقلم وياها، وحتى ممكن اغيره واخليه ريلاكس شي. برافو عليكي، احسن شي بتعمليه. زين وشو بعد؟ شو عنده سلبيات؟ ليكو حسام دق، تعرفي ما حرد عليه دوري، خليه يتصل شوي. الو، اهلين حسام. انا ولا شيء، رحت شوبينج كوني اوف اليوم. ميديا اي هون. انت دايق تحكي مع ميديا مو معي يعني؟ طيب ماشي، شو بدك فيها؟ شو هالشي الضروري؟ خلص خلص خلص، لا تعصب. ماشي. ميديا بتاخدي 1000 دولار وبتطلع على برا، خلينا اعرف كفي هالمشهد. نانا بتاخدي 2000 دولار وبتبطلي تشوهي لسمعتي وتاريخي؟ طيب شو رايك تعطيني 3000 دولار وتحكي على التليفون؟ مين؟ المحامي؟ لا حسام. حسام بده يعني الي؟ الك. مسكي. ايه حسام؟ اعطيني منك 1000 دولار. ايه ميديا، كيفك حبيبي؟ من الصبح انا بحاول دق لك، خطك مسكر او يمكن ما في ارسال. مهم كيفك انت؟ جود حبيبي جود. ليك عايزك بموضوع ضروري، كتير ضروري يعني مش شوي. لا لا حبيبي، ما بيمشي الحال على التليفون ولا بينطر لبكرة. انت وينك هلا؟ بالفيلا؟ طيب طيب يلا جاي لعندك. انا جاي. باي. مسكوا اعصابكم. مسكناها. لا 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 لا، مسكون منيح بيبي. بلا غلاظة. شو؟ طيب رح اخبركم القصة. في منتج اتفق معي ورح يعمل لي غنية. عن جد عم تحكي؟ عن جد فرحت لك من كل قلبي. بس لا تقول لي انه بدك ياني مودرز بالفيديو كليب تبعك، وبدك نانا تكتب لك السيناريو، وروجي يخرج لك اياه، لانه عن جد